خبرك راجع بكير. يلا ماما فوت غير ثيابك على بين ما اجهز الغداء. مبروك رجعت اخوك البطل بالسلامة. رحت شفتاه؟ ايه اخي اكيد بدي روح شوفه. مو عزيز طافر بهالدنيا ما حدا بيعرف على ضيمان. ورجع صارت مشكلة ببيت عمك وهجموا علينا العالم وانا كنت جوا ما دريت. لو اهلك بيعطوا حقوق الناس ما كان صار شيء. حبيبي الله يوفقك. ما بدنا نبلش، خلينا نسكر على حالنا باب بيتنا لحتى نعرف نربي هالولاد. كيف بدنا نربي هذا الولد ونكبره وايد الغدر عم تلعب برزق بيو؟ شو قصدك؟ مين ايد الغدر؟ احكي لي. الله حكي رح يكون دليل عم اسمعك، مش رح تقدري تتحملي. شاهين انا منى، منى مرتك وحبيبتك وشريكة عمرك، يعني إذا أنا ما سمعتك مين بده يسمعك؟ لكن اسمعي منى، أنت يا معي يا معه. ماما حلوين هاي طالت يا بالفرجان خالو جبل. ايه ماما حلوين، بكرة بتورجي إياهم. متغير كتير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك انت كمان. حلو، يعني وصلتك اخباري. بما انك انت مرقتي على ام جبل معناتها خلاص هذاك الموضوع صار ورا ظهرك ولا لا؟ ولا اكيد صار ورا ظهري، ما كنت لقيتني هون. بس انت اللي مرقت فيه صار ورا ظهرك. فرج شو ناوي تعملي؟ بشو؟ بسطك. لازم لاقي طريقة أسافر فيها، ما رح ضلني هربانة طول عمري. شوفي ما تحكي لي للهم، طول ما أنت دايستي لبساطي أنت بحمايتي، اللي بصير عليكي بصير علينا. بعد يا مرحبا بنت الخال. لازم